مساء الخير، ويعني رجعنا لكم تاني بعد التقرير الجميل اللي احنا شفناه ده. يعني حاجة جميلة وحاجة ممتعة بصراحة ان احنا نشوف ونطلع على عادات وتقاليد شعوب دول شقيقة ودول عظيمة. هنرجع بقى لموضوعنا بتاع النهاردة. موضوع النهاردة عن مسلسل العائدون. ما ينفعش اتكلم عن مسلسل العائدون من غير ما اتكلم على نجوم هذا المسلسل. انا اولا عايز احيي شركة المتحدة على الانتاج وعلى هذا الكم من النجوم. احنا شفنا في اول لغاية دلوقتي يعني 15 حلقة كم نجوم كبير جدا. كم النجوم ده يعني في استطاعته انه ينجح اي عمل، فما بالك بقى بعمل من بطولة أمير كرارة، من أمينة خليل اللي عاملة دور عظيم بصراحة احنا كلنا حبيناها فيه، وكمان محمود عبد المغني، محمد داود. انا مش هنسى ابطال المسلسل حتى اللي قاموا بمشاهد قليلة جدا لكن كانت مؤثرة زي محمد فراج، وانا بحيي ميدو عادل على الدور العظيم اللي عمله. بصراحة لغاية دلوقتي الأبطال عاملين مسلسل عظيم جدا 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 ودراما هايلة جدا. أنا بحيي الباهر باهر ضويدار وبحيي أحمد جلال. بصراحة أنا المسلسل ونجومه مش هيخلوني أنسى دور القدير أخويا الجميل واللي أنا بعتز بصداقته هاني رمزي. هاني رمزي من بداياته، واحنا مش هقول امتى، يعني هاني رمزي صديق وحبيب وانا بحبه جدا جدا جدا، وهاني رمزي من النجوم اللي يعني غيرت جلدها في هذا المسلسل، لكن الناس استقبلته استقبال عظيم بهذا التغيير رغم انه يعني غير جلده وخرج عن الكوميديا. قدم دور ضابط المخابرات بطريقة او اداء بصراحة أبهرنا كلنا وخلانا نكتشف هاني رمزي جديد. تعالوا نشوف التقرير اللي بيتكلم على نجوم المسلسل ونرجع لكم تاني. العائدون ملحمة درامية بتجسد واقع حقيقي. في مسلسل العائدون اللي بيقوم ببطولته الفنان أمير كرارة واللي قدر إنه يحافظ على نجوميته وأداؤه بتألق كبير، وده خلاه واحد من نجوم دراما رمضان 2022. وبالرغم ان امير مغيرش كتير في ادواره السابقة زي كلبش، بس في العائدون كرارة قدر يقوم بدور ضابط المخابرات اللي بيتابع تطورات داعش وتأسيسها لدولة الخلافة الإسلامية في العراق، وبيقوم بزرع واحد من العناصر بعد تدريبه في داعش، وهو علاء اللي بيقوم بدوره الفنان الشاب ميدو عادل، واللي بالمناسبة بيقدم دور من أجمل أدواره الفنية. الله أكبر. وبرضه من نجوم المسلسل الفنانة أمينة خليل اللي غيرت جلدها خالص وعملت دور نادين اللي أثبتت من خلاله إن عندها قدرات تمثيلية كبيرة جدا وعندها تنوع في أداء الشخصيات المركبة. أما المفاجأة لغاية دلوقتي هو الفنان القدير هاني رمزي، أشاد بيه كل النقاد والجمهور بتوع المسلسل، وكلهم بيقولوا إن هاني رمزي أعاد تقديم نفسه بدور جديد جدا جدا عليه، وإن كسب الرهان بتقديم شخصية رجل مخابرات محنك. ونعمل ليه كده بني آدم؟ هستفيد إيه؟ أما عن الفنانين العرب فمفيش كلام يتقال، فمثلا الممثل السوري أحمد الأحمد واللي بيأدي دور الداعشي عساف اللي بيقتل بدم بارد ومن غير ما يحس بالندم. وطبعا مش هينفع نتكلم عن أبطال ونجوم المسلسل وننسى رشاقة السيناريو وحرفيته، ده غير إن جرعة التشويق اللي فيه عالية جدا، وده بفضل الباهر باهر دويدار مع مخرج كبير زي الأستاذ أحمد نادر جلال، وبكده تبقى النتيجة حتمية تحفة فنية درامية اسمها العائدون. وأنا بصراحة بشكر الزملاء على هذا التقرير اللي رصد لنا أهم نجوم مسلسل العائدون. طبعا مسلسل العائدون مسلسل من ملفات المخابرات المصرية، والأجهزة الأمنية تعاونت فيه تعاون كبير
انه هذا المسلسل يخرج بهذا الشكل، لانه في النهاية احنا عندنا مسلسل دراميا عظيم جدا جدا جدا، ده من وجهة نظري كمشاهد.